بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة ومستشارك القانوني. دنيتنا كلها مشاكل، طب المشاكل نحلها بالمشاكل، نحلها بالإجرام، نحلها بإيه؟ دايما المثل بيتقال كل شيء بالقانون. طيب هل القانون في بعض الأحيان يقدر يحللي مشاكلي؟ طب مشاكلنا وحياتنا كلها أو دنيتنا كلها مشاكل، طلاق، زواج، مشاكل إيجارات كتير جدا، مشاكل خاصة ما بين الأفراد والحكومة. تعال بقى على المشاكل ما بين العائلات في مجتمعنا، المجتمع اللي دايما فيه نوع من أنواع العصبية القبلية، ما يسمى بالمشاكل الجنائية. طب المشاكل الجنائية دي هل القانون بيلاقي ليها مخرج؟ طب السرقات، حاجات كتير. طب دور كمان المواطن في مسألته القانونية، يعني أنا إزاي المواطن يقدر يعرف إن مش من حقك إن أنت تقول لي أو مش من حقك إن أنت تعترضني. علشان كده إحنا كان لازم في مستشارك القانوني مش أي حد بيكون موجود معانا، إحنا معانا طبعا أحد المتميزين أو البارزين في عالم المحاماة، حاصل على دكتوراه في القانون الجنائي، أطلقوا عليه مدرسة القانون الجنائي لاستطاعته حل أصعب القضايا في هذا الزمان. كمان من أشهر القضايا الجنائية اللي حلها كانت قضية معروفة جدا بأحداث كفر عمار وعطلوا القطر، كتير جدا واجه أو دخل في معارك، مش معارك، معارك قانونية علشان ينول الحق وليس مع الباطل. معنا المستشار القانوني الدكتور جمال عبد السلام هاشم، أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا يا فندم. شرفنا يا فندم. شوفت سعادة جدا يا محمد بيه، فرصة سعادة جدا جدا، شرف لينا يا فندم، واحنا سعداء جدا ان احنا جينا هنا معاكم في القناة، ونشرف بان احنا نكمل معاكم في كل حلقاتنا ان شاء الله، وفي اي وقت لو على الهواء ان شاء الله بامر الله. ان شاء الله تنورنا وتشرفنا على الهواء، وهيجي لنا طبعا بيسعدنا ان احنا نستقبل اتصالات مشاركات حضراتكم على ارقام المشاركات اللي هتظهر على شاشة القناة، تسألوا اي سؤال يخص القانون وان شاء الله هيجاوبنا الدكتور جمال عبد السلام هاشم ان شاء الله يكون حلولها ايه. انا طبعا حضرتك يعني في وسط القانون غني عن التعريف زي ما بيقول. الله يسترك يا حمد الله، خليك يا باشا نزوق. وبقدم حضرتك جنائي وحاجات زي كده ان شاء الله في المتصفيق. بس الشاهد في الامر ان احنا يهمنا حياتنا اليوميه، سامعين طلاق كتير، الواحده تتجوز بعد فتره تتطلق فتره بسيطه، يعني عدد نسبة الطلاق زادت، فعايز أعرف من حضرتك الأسباب بقى علشان بيوتنا تمشي اللي تخلي الزوجة تطلب الطلاق ويكون ليها حق فيه. هو الأول الشرع الحنيف، إسلامنا الحنيف لما جه فرق إذا كان قد أعطى للزوج العصمة وحق الطلاق إلا أنه أعطى بالمقابل للزوجة حق طلب التطليق. وهناك فرق بين اللفظين، هو حق طلب الطلاق هو يكون بيد الزوج لأنه هو الذي يبرم الطلاق، هو الذي يلجأ إلى المأذون من أجل إيه؟ إبرام الطلاق، لأن العصمة بيده. كويس. ما لم يتفق في ظل القانون اللي هو 2004، القانون تعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد، في ظل تعديله في القسيمة الجديدة، أن تكون العصمة بيد الزوجة، أي أنها من حقها أن تطلب الطلاق، ولكن هذا الحق إما أن يكون معلقا على مدة معينة أو إما أن يكون هذا الحق مطلق، وفي هذه الحالة من حقها أن تطلب الطلاق في أي وقت. الفرق ما بين اللفظين، التطليق هو التطليق الذي تلجأ به الزوجة إلى القاضي لطلب الطلاق، وهذه الحالات في نص عليها القانون في مواضع عدة نالتها عدة تعديلات ونالتها التشريع المصري في عدة تعديلات. بدأ حق الزوجة في التطليق في القانون 25 لسنة 1920، نص على حالتين فيه، وهي المادة 4 و5 و6 من القانون 25 لسنة 1920. ثم ازداد هذا الأمر سنة 1929 بالقانون 25 لسنة 1929، وزاد على هذه الحالات حالات أخرى، أهي المادة منصوص عليها في المادة، تبدأ من المادة 5 6 المادة 11 المادة 12 المادة 14 من قانون الأحوال الشخصية المعدل اللي هو 25 لسنة 1929. ثم جاء تعديل آخر لهذا القانون بالقانون 100 لسنة 1985، ثم نال قانون الأحوال الشخصية تعديلا آخر وهو القانون 1 لسنة 2000، ثم قانون 2004 اللي هو قانون الأحوال الشخصية اللي معمول به حاليا واللي لم يجد به أي تعديل. كويس. هناك عدة أسباب قانونية
في الشريعة الإسلامية الغراء أقرها الفقه الإسلامي، بل أضاف إليها الإمام أبو حنيفة نص على 3 شروط لطلب التطليق للضرر، ثم زاد الإمام مالك على هذه الشروط بشروط أخرى أخذ بها القانون المصري في المادة 9 من قانون الأحوال الشخصية 25 لسنة 1929، نص على هذه الحالات على سبيل المثال وليس سبيل الحصر. حينما في القانون 25 لسنة 1920 كانت هناك حالة، الحالة الأولى فهي عدم إنفاق الزوج على زوجته رغم قدرته ويساره، يجوز للزوجة أن تطلب التطليق. هذه هي الحالة الأولى، عدم الإنفاق. عدم الإنفاق في القانون 25 لسنة 1920 ده كان عدم الإنفاق، وهي الحالة الأولى لحق الزوجة أن تلجأ إلى القاضي، وفي هذه الحالة للقاضي أن يعذر الزوج بأن يدفع النفقة، إذا دفع النفقة امتنع سبب الطلاق، وإذا لم يدفع النفقة أعذره القاضي إن كان معسرا، ثم إن ثبت إعصاره سواء كان باتفاق الطرفين الزوج والزوجة يطلقها منه القاضي طلقة بائنة. عدم الإنفاق البخل. عدم الإنفاق إذا حصلت على حكم نفقة ولم يقم الزوج بتنفيذ حكم النفقة أو لم يقم بالإنفاق عليها وثبت ذلك بالدليل اليقين. طب معلش، إحنا الثقافة بتاعتنا القانونية مش كتيرة. نفقة معناها هي مطلقة صح؟ لا، النفقة مقابل الاحتباس. ما احنا عاوزين نفرق ما بين الطلاق في اللغة والزواج في اللغة. كويس. الطلاق في اللغة جاية من الفعل أطلق، يطلق، أطلق. أطلق يعني أطلق سراحه، سابه. كويس. وجاي من الطلاق من البعد. تمام. أما الزواج من القرب. السلام. والزواج هو احتباس الزوجة لزوجها على ذمته لا تستطيع أن تتزوج بغيره طالما أن هناك عرس زوجية قائمة. كويس. لم تنفصم إما بطلاق أو بتطليق. هاي. ففي هذه الحالة وجوبي على الزوج أن تكون النفقة حتى ولم لم يدخل بها. تمام. حتى ولو لم يدخل الزوج بزوجته. كويس. في هذه الحالة وجبت عليه النفقة لأنها محتبسة على ذمته، لا تستطيع أن ترتبط بشخص آخر غيره. غيره صحيح. ما ينفعش ترتبط بحد تاني. طبعا. وبالتالي النفقة جعلت مقابل الاحتباس. كويس. يعني هي تيجي تقول ان هو مش بيصرف عليا. ما بيصرفش عليا. يروح هو الزوج دافع المصاريف. دافع المصاريف. ترجع له. ترجع له. يعني ما تقدرش تطلب. بحكم. انا ازاي بقى؟ انا خدت حكم نفقه من القاضي على ان زوجي ما بينفقش عليا، لان كويس. النفقه واجبه على الزوج يسرا وعسرا. تمام. اذا لم حتى ولو ما كانش معاه واجبه عليه. واجبه عليه ايه؟ جزاء احتباسه لزوجته على ذمته. كويس. وبالتالي فإن هذه النفقة واجبة على الزوج. امتنع الزوج عن الإنفاق. نفقة شخصية مش نفقة على البيت ككل. أنا بديكي فلوس بيت. لا، ما هي النفقة دي واجبة عليه في كل أحوالها. عليها هي. عليه هو، عليه وعلى أولادها. نفقة أولاد قصة ونفقتها هي قصة. لا، أنا بتكلم عن هي. أنا بتكلم عن النفقة بتاعتها هي. تمام. نفقة الأكل والمشرب والملبس. كويس. دي واجبة على الزوج. طيب بوكلها وبشربها بحكم ان هي عايشة معايا في البيت. تمام. لا، وبديها الفلوس تجيب. تمام. كل حاجة. تمام. فاضل ايه؟ الملبس. تمام. في الاعياد بجيب لك اللبس. تمام. دي انتفى الشرط. تمام. شرط الطلاق. كويس. الشرط الثاني في القانون 25 لسنة 1920 كان بيتكلم على غياب الزوج دون سبب او دون ظرف اضطراري او دون مانع او دون عذر قانوني. بمعنى الزوج ترك بيته وراح مكان غير المكان اللي الزوجة مقيمة فيه. في هذه الحالة إذا كان له محل إقامة ثابت ومعلوم لدى الأطراف للقاضي، إذا التجأت الزوجة إلى لطلب التطليق لهذا السبب، وعلى فكرة القانون 100 سنة 85 المعدل ما ألغاش برضو الأسباب دي، ما ألغاش أبقى عليها. تمام. هذه الأسباب يجوز للزوجة أن تطلب طلب التطليق، ليس للهجر ولكنه للغياب. للغياب ولا بد ان يكون الغياب دون عذر، يعني ما فيش عذر، يعني لابد ان يكون لمده لمده سنه. سنه ما تعرفش عنه حاجه. سنه هاجرها ما بيجيش. لا، الهجر دي قصه سنه. والغياب سنه دي في نص الماده اللي انا بتكلم عليها. اللي هي نص الماده 6 من القانون 1920. كويس. الماده دي بتقول ان غياب الزوج دون سبب او دون عذر، سافر بره وما تعرفش هو طالع يدرس وما عرفهاش هو فين، طلع يغف مكان، في الحاله دي للزوجه ان تطلب، لان هذا الزواج هو عشره. انا ما اعرفش عنه حاجه خالص. بالظبط. كويس. الفه ما بين زوجين،
او هو في مكان وما بيراسلهاش، تمام، وما بيديهاش عنوانه وما بيعرفهاش اخباره او خلافه، في او كانت حتى لو هي عارفه انه عايش، لو لو كانت تعرف ان هو عايش تمام بس مش عارفه توصل، وجب ان تطلب التطليق للغياب عنها. يا سلام. وفي هذه الحاله يجوز للقاضي ان يعذره بانه اذا لم ياتي او ياخذ زوجته الى المكان بجواره ان يطلقها القاضي منه تبقى بائنة. طب تطلب بعد كام؟ بعد سنه، لازم مدة سنة. في نص الماده سنه غياب سنه. تمام. دي قصوها في رجال الفقه في القانون المعدل اللي هو 25 لسنه 1929 المعدل بالقانون 100 لسنه 85 جال قد طلاق للهجر. وان كانت الشريعه الاسلاميه نصت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه حينما سال ابنته حفصه زوجه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر ان اشد فتره لغياب الزوج عن زوجته قالت 6 اشهر. 6 اشهر. القانون المصري حينما بيقول 4. لا القانون المصري سنه. سنه. لا يجوز للزوجه ان تطلب الهجر دون سنه. ده احنا هنتكلم في السنه دي. ماشي. وهي سنه ميلاديه كامله. طب بعد السنه ارجع بس هاخد اتصال وارجع لحضرتك. استاذ وليد اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. ازاي حضرتك؟ اتفضل. ازاي معاليك؟ تمام ربنا يحفظك. المستشار جمال عبد السلام منور الدنيا والله. الله يخليك يا استاذ وليد. ازيك يا استاذ جمال؟ الله يخليك يا حبيبي والله. منور الدنيا ودايما كده يا رب، مزيد من التألق ان شاء الله والمزيد من العلم. استاذ وليد انت حضرتك يعني تعرف شخصيا الدكتور جمال؟ طبعا زي والدي بالظبط، استاذي ومعلمي يعني. انت حضرتك بتحييه على الهوا بس؟ طبعا انا بقدم لي التحيه استاذ جمال عبد السلام هاشم، استاذي وقدوه طبعا في المهنه وبره المهنه ادبيا وعلميا وكل حاجه. الله يكرمك يا استاذ وليد. طب انت كده في المهنه، طب انت عندك اي مشكله عايز يساعدك فيها يعني فبتتمحك بينا وبتتصل مثلا عشان تساله اي استفسار ولا حاجه؟ لا حاليا هو استاذي وطبعا اي حاجه انا برجع له فيها، وكل يعتبر اي حاجه برجع له فيها هو، لان هو مرجعك يعني. بالظبط. ربنا يخليك يا استاذ وليد. طب استاذ وليد انت بحكم عشرتك، طب طالما انت حضرتك اتكلمت يعني عايزين نعرف هل انت شايف ان هو نسب نجاح القضايا بتاعه المكتب بتاعه الدكتور جمال نسبه كويسه يعني ما شاء الله، يعني النسبه بتاعتكم حلوه يعني ولا ايه؟ طبعا احنا مكتب الاستاذ جمال يعتبر على مستوى الجيزه كلها يعني من اعظم المكاتب اللي الواحد يعرفها، والناس كلها بتشكر في الاستاذ جمال، مش عشان انا بس اعرفه، لا الاستاذ جمال طبعا معروف على مستوى الجيزه كلها وخارج الجيزه، فهو شخصيا وحاجه عظيمه يعني، ومكتبه طبعا الواحد يفتخر ان هو يعرف الاستاذ جمال. ربنا يحفظك يا استاذ وليد. شكرا ليك وشكرا لمداخلتك الجميله، وده طبعا بيزيدنا شرف يعني وجود حضرتك معانا. الله يسترك. الله يبارك. كويس. ده من ذوقك يا دكتور. الله يعزك. نيجي بقى نرجع لاسباب التطليق في الشريعه الاسلاميه بالنسبه للزوجه اللي نص عليها القانون الجديد والقانون القديم. تمام. احنا هنجمع. احنا الاول التجأنا للجزئيه بتاعه القانون القديم اللي هو 25 لسنه 1920. تمام. وبعد كده جه اسباب استحدثها القانون 25 لسنه 1929 المعدل بالقانون 100 لسنه 85. هايل. ايه هي الاسباب الثانيه؟ أضاف أسباب أبقى على الأسباب الأولى المنصوص عليها في القانون 1920، ثم أضاف أسبابا جديدة للهجر. يجوز للزوجة اللي زوجها بيعاني من مرض البرص أو مرض نفسي أو مرض الجنون أو أي ضرر أصابها، وكان هذا الضرر لا تعلمه قبل الزواج، لا تعلمه، الشرط في نص المادة أن الزوجة لا تعلم بهذا الضرر قبل الزواج، فيجوز لها أن تطلب التطليق لاستحالة العشرة بينهما ولاستحالة دوام العشرة في هذه الأمراض. طب أنت حضرتك قلت حاجات واضحة، يعني البرص واضح مش هيعرف يخبيه، الجنون واضح. لا الجنون هناك، ما احنا عندنا جنون، عندنا في طبعا دكاتره الامراض النفسيه اكتر ناس تعرف ده الاضطراب الوجداني والاضطراب العقلي وانفصام الشخصيه اللي ممكن يبقى عاقل في فتره معينه وقت معين، ثم في انفصام الشخصيه يكتشف بعد وقت معين، هذه الامور تحتاج الى خبير. كويس. قبل ان يقضي القاضي بالطلاق في هذه الحاله لابد من احاله الشخص المراد او المنسوب اليه لهذه الامراض الى خبير طب شرعي يقرر. كويس. هل هذه الامراض
من الممكن أن يشفى منها أم لا يشفى. محكمة النقض قالت في الجزئية دي زي جزئية الثلاث أسباب الأخرى اللي نص عليهم مذهب الإمام أبو حنيفة، اللي هي العنة أو العنة بكسر العين والجب والخصاء، وده هنوضحهم برضو ثلاث أسباب. أما باقي الأسباب الأخرى نص عليها مذهب الإمام مالك وأخذ بها القانون المصري في المادة 9 دي دي الـ 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 اللي هي بتخص قوة الرجل كالفحولة يعني. بالظبط كفحولة الرجل، اللي هم الثلاثة دول الجب والعنة. الجب والعنة أو العنة بضم العين. وهنقول دي إيه ودي إيه ودي إيه إذا كان ما كانش حد يعرفها يعني. كويس. العنة بضم العين أو بكسر العين وشد النون، هذه عدم استطاعة الرجل إتيان زوجته. تمام. أو عدم رغبة الرجل في الأنثى. هايل. أو عدم استطاعة الرجل أن يعاشر الأنثى. كويس. وهذه قد اشترط فيها الفقهاء رأي آخر، أنه في محكمة النقض برضو قالت هذا الرأي، أن يعذر القاضي ويترك هذا الشخص لمدة سنة. كمان. يترك لمدة سنة من تاريخ رفع الدعوة. تمام. هذه السنة من تاريخ رفع الدعوة بتكون بمثابة إجراء لأن ممكن يتعالج ويفك من هذا الأمر. ليه؟ هذا الأمر ممكن أن يشفى منه الرجل، وممكن صح. أن يكون حالة نفسية ليست دائمة وإنما عارضة. مؤقتة، وهي حالة عارضة. دي بتتعرف من الطب الشرعي. لا، وكمان العشرة هي والمعالجة. من أول معاشرة هذا الشخص، هل هو مريض ولا كويس، هعرف بس بعد ما ياخد الأستاذ سيد. أهلا يا أستاذ سيد. أهلا يا فندم أستاذ. إزاي حضرتك؟ اتفضل. الله يكرمك يا معالي الرئيس. معاك الدكتور جمال، اتفضل. أهلا وسهلا يا دكتور، منورنا يا دكتور والله ومنور الدنيا. إزيك يا أستاذ سيد؟ إزاي أخبارك؟ الله يكرمك يا دكتور. الأستاذ سيد محمد من المحامين المحترمين. أستاذ سيد نوفل. فرغلي. فرغلي. أهلا وسهلا يا فندم، منور الدنيا يا أستاذ جمال. الله يخليك يا أستاذ. إزاي حضرتك؟ الله يخليك يا معالي الرئيس. طبعًا أنت حبيب الدكتور جمال. ده حبيب الملايين والله يا أستاذ. حبيب الملايين. الله يخليك يا سيد. معالي المستشار حبيب الملايين. طيب انت من خلال عشرتك للدكتور جمال يعني تقدر تقول عليه ايه على المستوى المهني وعلى المستوى الانساني؟ والله بالنسبه للمستوى المهني هو استاذنا كله كلنا يعني، وبتعلم منه حاجات كتيره جدا وبنرجع له كتير في حاجات كتيره جدا يعني. هو الدكتور بتاعنا والعالم بتاعنا بالنسبة لمحامين جنوب الجيزة يعني، في قرارات صعبة كتيرة بصراحة بنرجع لسعادته فيها يعني. كويس. طيب كشخص بقى يعني بتحس ان هو يعني ما شاء الله هو شخص ودود معايا في الحلقة، تحس بان هو قريبك او يخصك يعني، فانت من خلال عشرتك للدكتور جمال. شفنا ليه احنا بنتعامل مع اخ كبير فينا للامانه يعني. دي كويس. حاجه اقسم بالله سالت غيابه مش عشان هو موجود على الشاشه او منور فينا يعني، بنتعامل مع اخ كبير لينا في كل حاجه. شكرا جدا استاذ. شكرا ليك يا استاذ سيد، ومتشكرين على مداخلتك، وربنا يوفقك وما تلجأش للدكتور جمال في شغلك يعني. بدل طب ما الناس تجي لك على طول. لا لا، اخواتنا اللي احنا نقدر نساعدهم في اي وقت، وبعتز بهذه السعاده بس بامانه يعني. انا بعتز لما بساعد واحد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كتم علما لجمه الله بلجام من النار يوم القيامه. الله الله الله. يعني ممكن حضرتك يكون في تكه في قضيه انت حضرتك شفتها تقولها لزميل؟ لم ولن اتاخر. والله ربنا يحفظك. الرسول صلى الله عليه وسلم هيكرر الحديث المره الثانيه. من تعلم علما ولم يعلمه الناس، من تعلم علما ولم يعلمه الناس لجمه الله بلجام من النار يوم القيامه. وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم العلم وعلمه. بس يعني التكه دي في بعض القضايا الجنائيه فيها مبلغ. انا مش بعمل خمسة حسد يعني. أنا مش لا انتوا ما بتاخدوش فلوس خالص، المعاملين دول مش بياخدوا فلوس خالص احنا عارفين يعني. فممكن تقول طب ما انا هقول له الخلاصه وهو اللي هيستفيد. هو لازم موضوع الايمان بالرزق ده مهم قوي. نعم. الايه واضحه صريحه قوي. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. دي ايه محسومه. والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني قال ايه؟ من استعجل على رزقه
أبدله هو رزق آتي لا محال، من استعجل عليه أبدله الله به في الحرام. ما فيهاش نقاش، هو جاي آت لا محال، لا محل للرزق آت إن شاء الله. ولن يأدب يعني، ولن يمنع كتم علمك، لن يمنع عدم كتم علمك أو كتم علمك إن الرزق مش هيجي لك أو هيأتي. الرزق يجري ورا ابن آدم كجري الموت ورا ابن آدم. الله الله الله، مكتوب كالبرق الخاطف مكتوب. هو بيجري وراك عشان انت انت احيانا بتبقى ماشي رايح مكان ما بتقضيش المشوار، وربنا بيخصص لك مكان تمشي بال100 كيلو عشان تروح تدي لواحد حاجه محتاجها. ربنا يحفظك. فهذا الرزق لا يمنع ان انا واحد يسالني في قضيه او يسالني في حاجه صحيح. انا اكتم علم عليه ده استحاله. طيب هاخد معانا الاستاذ احمد وبعد كده الاستاذه نجلاء. استاذ احمد اهلا بيك. اهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ اتفضل معاك الدكتور جمال، سؤال حضرتك. ازيك يا معلم المستشار؟ الله يخليك يا استاذ احمد، الله يبارك لك. ور سعادتك احمد مهدي معاك. ازيك يا استاذ احمد؟ ازي حضرتك يا استاذ احمد؟ ور سعادتك يا باشا. الله يخليك يا استاذ احمد، الله يبارك لك. وحشنا والله كتير يا معلم المستشار. الله يكرمك يا احمد بيه، الله يبارك لك. مداخلتك كريمه يا استاذ احمد، تقول ايه للدكتور جمال النهارده معانا في الحلقه يعني؟ ده استاذنا واستاذ محامين جنوب الجيزه، مش عايز اقول مصر كلها. الله يسترك يا استاذ احمد، الله يبارك لك. دايما بنتعلم منه ودايما ما بيبخلش عن حد باي معلومه قانونيه او اخويه طبعا. الله يخليك يا استاذ احمد، الله يبارك لك. ربنا يحفظك يا استاذ احمد. دايما انا شرفت بالعمل معه في مكتب العياط، وكان لي عظيم الشرف فعلا والله. الله يخليك، من ذوقك يا استاذ احمد. وبعد كده سبته وفتحت مكتب لوحدك يا استاذ احمد؟ اكيد، وطبعا ما زلنا بناخد منه المعلومات طبعا، ما ينفعش ما ناخدش منه معلومات. تمام. عالم اعلام القانون في مصر طبعا يا فندم. ربنا يحفظك. الله يخليك يا استاذ احمد. نشكرك على كلامك الجميل يا استاذ احمد. الله يخليك يا استاذ احمد، الله يبارك لك. شكرا شكرا ليك يا استاذ احمد. ناخد استاذه نجلاء. الو السلام عليكم. عليك السلام، بنعتذر للاطاله، اتفضلي يا فندم. لا ولا يهمك، انا ممكن اسال الدكتور على حاجه كده؟ اتفضلي. ان هو ما يتخانش عليا زي ما بسمع كده، ممكن؟ شايف المشاهدين قفشوا حته ما بيبخلش. تحت امرك يا فندم. هتجاوب وهندي الفرصه يا استاذه نجلاء ليه عشان يجاوبك. تمام، تحت امرك يا استاذه. طيب شكرا، الف شكر لحضرتك الاول. بس حضرتك انا قاعده في شقه كان معمول لها عقد ايجار، وخدت انا بعد كده اشتريت من اخو مالك العماره، من اخو مالك العماره. المالك ده سافر من 2012 ومحدش يعرف عنه حاجه، دوله العراق. جه وكيل المالك اجر العماره ديت بصفته بقى ان هو مش ليه صفه، مش استخدم التوكيل نهائي في الايجار، مش يعني توكيل عام شامل ما استخدمهوش. بعد كده فوجئنا بالعمارة ان هو باع العمارة لحد وراح اقر بالتوكيل بصحة التوقيع. هنا عايزة بس اسأل سؤال، حاجة، هل يجوز للوكيل ان هو يقر وليس بصفة محامي بصحة التوقيع، مع العلم ان التوقيع مزور لان انا عندي توقيع المالك الاصلي عندي على العقود دي؟ ده الشق اللي انا بتكلم فيه. ثانيا انا جالي كذا انذار من كذا مالك ان هو مالك العمارة، هل اتعامل مع الاخو المالك ولا اتعامل مع كل انذار بيجي لي، ولا اروح احط الايجارات في المحكمه؟ ثالث حاجه والاهم، انا تعرض عليا ان انا اشتري من اخو المالك، اشتريت، هل انا موقفي قانوني ولا خليهم كله يخبط في بعضه والقصه ايه؟ بس انا بس عايزه اهم حاجه عندي اقرار الوكيل العام اللي معاه توكيل عام في صحه التوقيع اللي هو راح اقر وكاتب كده في محضر الجلسه وليس محامي، القاضي كاتب كده، هل ده يعتبر درجه رابعه زي ما قال لي وممكن ينفع عليها قضيه رد وبطران الاقرار؟ اكيد انا بص مش عارفه اوصل معلومه، بس انت حضرتك محامي وفاهم ممكن الكلام اللي اتقال لي انت تفهمه. هل ينفع عليه كده؟ صحه التوقيع انفصل فيها من صحه التوقيع. هل انا يجوز اطعن على التوقيع على صلب العقد نفسه؟ لان يعني العقد جديد مش قديم، من 2012 العقد معمول في 2017، يعني صلب الموضوع والكتابه والحبر والكلام ده كله جديد. هل يجوز ان انا اطعن على الكلام ده بالتزوير؟ سيدني الله يكرمك يا دكتور، شكرا. شكرا. الاول هي عندها سؤالين، هي مش قادره توصل المعلومه قوي. هي قالت ايه؟ انا في مش فاهمه. هي كانت مستاجره واصبحت مالكه من غير مالك. ازاي؟ اصبح كانت مستاجره من شخص بموجب عقد ايجار. كويس. وفي القانون المصري ان يجوز لغير المالك ان ياجر. انا النهارده من حيث غير المالك الحائز ممكن ياجر. صاحب حق الانتفاع ممكن ياجر حق الانتفاع بتاعه. يعني انا لو ما اجر شقه يجوز ان انا اجرها؟ طبعا. فانا النهارده بتكلم في جزئيتين هي بتتكلم فيهم. الجزئيه الاولى
ان المالك الاصلي اللي هو المفترض باع لها او باع بالتوكيل مش موجود. ده جزئيه. الجزئيه الثانيه عقد الايجار اللي مازال موجود. انا عندها هي اتحدت ذمتها دلوقتي من مستاجره لمالكه. طيب عندي جزئيه ايه ثاني؟ انا معايا كم اتصالات استاذه نجلاء، هنجاوب حضرتك تابعينا، معلش كم اتصالات كتير ودول حقهم علينا ان احنا نرد. وارقام سياده المستشار جمال عبد السلام موجوده عند حضراتكم بعد الحلقه. هو الراجل يعني جزاه الله خير، القناه ادتنا الفرصه، حطينا الارقام عشان اللي عايز يتواصل معاه بعد الحلقه في اي حاجه يقدر يتواصل وتقدروا تعرفوه. هناخد هويده وبعدها سماح. استاذه هويده اهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي وعلي صوتك شويه يا استاذه هويده. من فضلك انا كنت عايزه اسال سؤال. اسمي حضرتك؟ الو؟ اتفضلي اتفضلي. ايوه بقول لحضرتك كنت عايزه اسال سؤال. انا متجوزه من سنه 88. تمام؟ سامعين حضرتك، اتفضلي قولي سؤالك. قولي براحتك اتفضلي. سؤالي انا قاعده في شقه تمليك طبعا باسم جوزي، وجوزت ثلاثه ومعايا لسه ابن وبنت. ماشي. كويس. هل حضرتك سنهم. أنا سنهم كام؟ سنهم كام سياده المستشار بسأل حضرتك؟ اللي هم اللي فاضلين عندي، عندي بنتي مطلقه وعندي ابني لسه في ثانيه جامعه. تمام. بنت مطلقه وثانيه جامعه، كويس. دول اللي فاضلين. وانا في مشاكل زوجيه، هل حضرتك هو من حقه ان ياخد الشقه ديت ويطردني فيها من بره؟ ده جوزك؟ ايوه. وفي بيت ابوه ولا شقه خارج بيت لا ده شقه تمليك. شقه تمليك عاديه شاريها هو من حته تانية وانتوا قاعدين فيها، كويس. انت بتسالي ان هو يجوز ان هو يطلعك منها. كان قبل كده حصل مشاكل كتير بينه وبينه، مشاكل كتير. تمام، سامعين حضرتك يا استاذه هويده. مشاكل كتير. هل معقول حضرتك ان هو ممكن يطردني منها؟ كم مره يطلعني منها؟ ده قانونا يعني ممكن؟ في اي حاجه اخرى يا استاذه هويده؟ لا هو ده بس. هيرد على حضرتك حالا سياده المستشار. استاذه سماح اهلا بيك يا استاذه سماح. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا فندم. انا احب اشكر استاذ جمال، انا استاذ سماح اللي شغاله معاه في المكتب ده. استاذي. اهلا يا استاذ. اهلا يا استاذ سماح. ازيك يا استاذ سماح؟ ازيك يا استاذ جمال، منور الشاشه. الله يخليك يا استاذ، الله يخليك. ازيك؟ بحب اشكره جدا، يعني بصراحه اتعلمت منه حاجات كتير قوي. الله يخليك يا استاذ سماح. الله يخليك. منور يا استاذ جمال الشاشه والله، يا رب دايما كده من نجاح لنجاح. الله يخليك يا استاذ سماح. طب اتعلمت منه يا سماح؟ طيب شكرا، شكرا ليكي يا استاذ سماح. معلش نرجع بقى لنجلاء. نرجع نجلاء، حضرتك قلت هي شقين. عندها شقين. كويس. هل الزوج طلق زوجته ام لم يطلقها؟ كويس. في الحالتين. الحاله الاولى اذا كان لا، اللي احنا بنتكلم على شقه اللي هو استاذه نجلاء، الاستاذه نجلاء بتاع الشقه العقد الايجار واخو المالك اشترت منه، والتاني اللي بالوكيل. انا النهارده عندي عقد ايجار وهي مالكه ومستاجره. كويس. كانت مستاجره في الاول ثم اتحدت الذمه. ايه الذمه؟ ذمه الشخص انتقلت من حيازتها للشيء على انها محق انتفاع الى انها مالكه وصاحبه ملك، صاحبه حق الانتفاع وصاحبه الحق برمته كامله. وبالتالي اتحدت الذمتين ما بينها وما بين بعض. اصبحت مالكه ومستاجره واصبحت صاحبه حق. هي. بهذا العقد لكل من ينازعها ان ترفع دعوى بثبوت الملكيه على هذه العين، والملكيه تكتسبها بالمده القصيره اللي هي الخمس سنين لانها حايزه العين حيازه هاديه ومستقره وهادئه بسند العقد العرفي اللي هو معاه اللي اتخذ بحكم صحه التوقيع. عندنا حكم صحه التوقيع بتتكلم عن تزور بالاضافه انها ورقه بيضاء وتم ملء البيانات فيها. يجوز لها ان تلجا الى المحكمه بدعوى تزوير موضوعيه للمحكمه الكليه الكائن في دائرتها على قرار، بدعوى تزوير موضوعيه تقول فيها ان تم التزوير بالاضافه وان هذه الورقه كانت مملاه على بياض، ثم تم كتابه البيانات بعد كتابه التوقيع، وبالتالي فيبقى تزوير في الاضافه وحاجه اسمها خيانه الائتمان في الماده 341 من قانون العقوبات. دي في الحاله دي ضمن حقها. طب هي سالت حضرتك، هو دلوقتي النزاع والمشاكل اللي ما بينهم، واحد باع العماره واخو المالك بيقول ده انا الوريث. عندي واحد غايب. انا خلاص. طب هي كتبت عقد. تمام. واحد غايب. وانا اشتريت من شخص انا بعتقد ان هو المالك. الشخص اللي قدامي هو المالك. احنا دايما في كلمه بنسمعها في الافلام، القانون لا يحمي المغفلين. لا لا لا. طب ما انا بقول لحضرتك انا بيع. لا القانون يحمي. انت ما سالتيش ليه؟ لا القانون يحمي غير حسن النيه في البيع.
تمام. اذا توفرت الدلالات والامارات على الغير حسن النيه، القانون بيحمل غير حسن النيه. انا النهارده رايح اشتري شقه وتوفرت الي الامارات، حتى ولو كان الراجل ده غير في عقد العداد الكهرباء او عداد الميه او غير في عداد الغاز ورحنا قالهم باسمه بطريقه او خدعه او باخرى، تمام، وانا اشتريت من هذا الشخص على انه الملك، فانا شخص حسن النيه. كويس. فالقانون لا يعاقبني على ان انا حسن النيه، بل من حق ان انا ارفع دعوه تثبيت ملكيه بهذا الامر واخد حكم تثبيت ملكيتي ليه. كويس. بالمده الطويله المكسبه للملكيه، سواء كانت مده الخمس سنين او مده ال 15 سنه، المده الطويله ال 15 سنه اللي هو الايجار. اه بالظبط. لا، التمليك وضع اليد عليه. بنيه التملك على ان انا حايز ومحدش بينازعني. يجي واحد بعد 15 سنه يقول لي لا ده ملكي، اقول له لا ده انا معايا عقد ومعايا حكم لان انا وضعت يدي ومعتقد ان انا اشتريت من الشخص الاصلي. هايل. وفي الحاله دي للملك الاول يرجع على من باع بالتعويض. طب هي دلوقتي حاسه انا او انا اشعر من كلام الاستاذه نجلاء ان هي خلاص انا ايه، انا كتبت عقد وخلاص، هل ضروري ان يكون واقف محامي معاها؟ لازم. لا تقبل دعوه المدني دون محامي. الله. طب معلش هاخد الاستاذ علي وارجع لحضرتك. استاذ علي عبد السلام، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا يا دكتور. السلام عليكم. عليك السلام. تحياتي المعاليك يا دكتور والمعالي المستشار جمال، اخويا وقدوتي ووالدي بعد وفاه والدي الله يرحمه. الله يسترك يا استاذ. بس كنا عايزين معالي المستشار يوضح لنا نقطه بس بسيطه في عده المطلقه طلاقا غيابيا، وهو نص عليها القرآن الكريم أن تعتد ثلاثة قروء. ألو. سامعين حضرتك. معظم القضاة في المحاكم بيفسروا الثلاثة قروء على أنها ثلاثة شهور. عايزين معالي المستشار بس يوضح لنا، ومذهب الإمام أبو حنيفة يوضح لنا النقطة دي بس. تمام يا أستاذ علي، شكرا ليك يا أستاذ علي، وشكرا لمداخلتك. شكرا. طيب هنجاوب طبعا الأستاذ على عبد السلام. الآية واضحة في سورة الطلاق، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أشهر وعشر. طيب. ده على الحد الأقصى. أما على الحد الأدنى فهي ثلاث حيضات متتالية. تمام. تختلف هذه الحيضات بأقل مدة قصها رجال الفقه ورجال الفقهاء الأربعة على أنها من الممكن أن تكون من 52 يوم إلى أدنى مدة ليها من 52 يوم إلى 60 أو 61 يوم. 62 يوم. على الفرض الاكبر جدلا يعني بعد شهرين. بعد شهرين الثلاث حيضات متتاليه. بعد شهرين يجوز. وليه الثلاث حيضات متتاليه ونص عليها الشرع الحنيف؟ ليه القران الكريم؟ ليه صحيح؟ طب ما هي حيضه واحده كده مش حامل. بالظبط كده. لان اكتشفوا حديثا ان في ستات بتبقى حامل وفي نساء بتبقى حامل وتاتي عليها الدوره الشهرية ويأتي عليها دم الحيض. الله. وهو الله. ليس حيض ولكنه الصحاضة. القرآن اللي أقر من ثلاث آلاف السنين ثلاث شهور أو 52 حتى الوقت دلوقتي حاليا. نساء كثيرة جدا، وكان على مرمى ومرأة من مسمعك شخصيا الناس يبقى عندها دم، وهو دم استحاضة وليس حيضا. صح. ولكنها لا تعرفه، ولكنه يأتي في ميعاد الدورة، ويأتي الدورات على أنه تظن المرأة أنه دم حيض ولكنه دم استحاضة، ثم يأتي ثلاث مرات وهي حامل، ما يجيش المرة الثالثة خالص بقى من كويس. حكمة ربنا سبحانه وتعالى. يعني فعلا ثلاث شهور. ثلاث شهور. ولا يعني ثلاث احنا أسهى بأقل مدة. كويس. اللي هي رؤية الزوجة. 52. ولا تسأل فيها إلا الزوجة. بس. ولا تسأل فيها إلا الزوجة، وربنا سبحانه وتعالى كرم لما بيقول المرأة نصف الرجل المعتدين والمستشرقين إن الإسلام إن المرأة نصف الرجل، لا ده هذا الأمر بيد المرأة وحدها وليس بيد الرجل. الله أكبر. وتسأل فيها المرأة ولا يسأل فيها الرجل. الله أكبر. ويصدق فيها المرأة ولا تصدق فيها الرجل. يا سلام، استوصوا بالنساء خير. طيب كان معانا هويدة متجوزة من سنة 88. هي مطلقة بقى واتنين واحد في الجامعة. هي بتقول لي ما زالت على ذمته، بس هو بينازع في هذا الأمر. أنا هنشرح ما بين أمرين. تمام. هل هي ما زالت على ذمته في الحالة دي وهي على ذمته لا يستطيع الزوج أن يطردها من مسكن الزوجية، حتى ولو لجأ إلى القاضي، لجأ إلى المحضر الإداري قرار التمكين من أجل أن أن يطرد الزوجة؟ لا يستحيل. كويس. إنما تمكن بالمشارقة لأن في عقد زواج. تمام. عقد الزواج ليست هي أجنبية عنه، وبالتالي تمكن من مسكن الزوجية مع الاثنين مع بعض، لا يمكن أحدهما دون الآخر ولكن يمكن الطرفين. كويس. ده في النزاع على المسكن الزوجية. هنفترض في الحالة الثانية أن الزوج طلق الزوجة وأراد أن يتمكن من مسكن الزوجية بنفسه. لا يجوز لي لأنها حاضنة لهذه الأطفال، والبنت
ده البنت مطلقه. لا ده ما هي البنت قاعده معاها، هي البنت وامها وامها والولد وولد اللي موجود في الجامعه. الولد اللي في الجامعه دي لن تنتهي، وانا النهارده عندي حضانه النساء بتنتهي ايه؟ خمس خمسه كان في الاول في القانون القديم القانون وعدلت هذه عدل قانون الاحوال الشخصيه سن الحضانه كان 10 في القانون القديم، ثم 12 للبنت و10 للولد، ثم استقر الشرع الحنيف الشرع المصري على ان يكون سن الحضانه 15 سنه. كويس. ثم بعد ذلك جعل التخيير لمن للاطفال يخير الولد او البنت بين ان يذهب الى امي او يذهب الى ابي. يذهب الى امي او يذهب الى بعد بعد ال 15 15 اصبح الولد هو صاحب الخيره الرئيسيه او ان يخير في هذا الامر. يخير ان تبقى مع والدتك او تبقى مع والدك. قبل كده ما ينفعش. قبل كده ما كانش ينفع. ما ينفعش. لا تنتهي حضانه الصغير ببلوغ الصغير 15 عاما. كويس. ثم يخير هذا الصغير هل تبقى مع والدتك او يبقى مع والدك. تمام. ابقى مع والدته يبقى هي هو الحاضن، وهي هو الحاضن هو اللي يتمكن من مسكن الزوجيه، وهي اصبحت اجنبيه عنه. لانه قعد مع والده. اما لو خير الولد بين امه واختار امه اصبح الاب هو الاجنبي عن المكان لانه انفصل مطار الزوجيه. كويس. واصبح اجنبيا عن الزوجه ولا يجوز ان يجمع بها في مكان واحد. هايل. هذا الامر ده يبقى واضح، وهي اللي تمكن دون الزوج. طب طالما تطرقنا لكده، طبعا الطلاق كتير، اشكاليه المشاهده الطفل والكلام ده كله، هل حضرتك بتأيد انه يكون بالود ولا هو خلاص أنا هو قانون قانون؟ احنا ليه احنا على فكره انا بناشد الشارع المصري، الشارع وبناشد الشارع المصري وبناشد المشرع المصري ان يضع معيار او ان يشرع قانون يعطي لاولياء الامور سواء كانت الزوج او الزوجه طريقه معينه افضل واحسن من الطريق المكان العام، ان يشوف ابنه. او احنا لسه بنطالب بحاجه معينه، بنطالب بالاستضافه. انا النهارده لما يكون الطفل يستضاف في طرف والده خميس وجمعه، او اذا كان في طرف والده ويستضاف عند امه خميس وجمعه، ايه المانع؟ طب ما انا اقول لك انت هتاخد خميس وجمعه مش هتجيبه. لا ما هو هتعمل لي مشاكل. لها ضمانات. تمام. الشارع برضه لابد ان يضع، اذا كان وضع هذا الامر لابد ان يضع له ضمانات. تمام. ما هو الشارع مش هيترك هذه الاستضافه، وان كان معظم الشعب المصري او معظم الشعب بالكامل بيطالب بهذه الاستضافه، ومعظم الناس النهارده في حال في 2018 مليون حاله طلاق في جمهوريه مصر العربيه. لا اله الا الله. مليون حاله طلاق، يعني بما يعدل كل دقيقتين في حاله طلاق. اسباب كثيره جدا. هذه الاسباب وان كان ان كانت اما طلاق بيد الزوج او اما تطليق بيد الزوجه، سواء كانت التجأت للخلع او التجأت للطلاق للعيوب اللي احنا ما كملناهاش لسه، هنشرحها ان شاء الله دلوقتي اذا استطال الامر يعني. هذه الامور كلها وصلت لمليون حاله طلاق. ليه؟ يعني عندنا ما فيش حسن اختيار، ما فيش تدقيق في الامر، الشباب مش متحمل مسؤوليه، على ذات الوضع ما بيقدرش بيواجه الحياه الصعبه اللي احنا عايشينها. اما انا عندي اسباب الطلاق يمكن في جمهوريه مصر العربيه بصفه عامه، انا وجهه نظري كرجل قانون من امرين، ومن خلال القضايا اللي احنا بنشتغلها هي حاجتين. دي اسباب الطلاق بصفه عامه اللي هي الست، يعني انت بالعرف بكل حاجه انت عندك حق. انا وجهه نظري انا هقول لحضرتك على حاجه، نادر ان الطلاق يكون من طرف الست، لان ما فيش واحده أصبحت امرأة بعد أن كانت بنتا وحرة وطليقة وثم تزوج وبعد كده تقول لك أنا هسيب البيت. أنا عندي وجهة نظري من خلال القضايا اللي احنا بنشتغلها. تمام. إن الطلاق ده ليه سببين. كويس. السبب الأول إما أن يكون عدم مقدرة الزوج على الإنفاق أو الاكتفاء بأمور المعيشة من غلاء وظروف اجتماعية، والزوجة عاوزة تعيش في مستوى معين، فيبدأ الخلاف يبدأ من هذا الأمر. المستوى المعيش. أو إما أن يكون في الأسر الريفية وقاعدين في بيت عيلة وبتحصل مشاكل ما بين الأمور ولا يستطاع أن يكيف الأمر مع الأمر، فتبدأ هذه الخلافات ويبدأ هذا الأمر. ده من وجهة نظري هم دول السببين الرئيسيين في موضوع خلافات الحياة الأسرية في الشعب المصري بصفة عامة. صحيح. لأن احنا شعب ودود وشعب صح ودود. هم دول السببين فعلا. دول السببين اللي انت ممكن تقدر في القاهرة بصفة عامة أو في المدن بصفة عامة، ده سبب عدم الإنفاق. لأن الغالب من الغالبية العظمى من الشباب بيتزوج في مكان مستقل بذاته. يفاجأ بأن عليه التزامات وهو كان عايش بقى مع والده وعايش مع والدته. تحصل مشاكل. تحصل مشاكل وتبدأ هذه المشاكل. ودي مشكلة كبيرة جدا جدا، لابد أن من واجب على ولي الأمر أن يعلم ابنه أن في مسؤولية وأن في مسؤول وأن بيت مسؤول وأن أصبحت أنت مسؤول بعد ما كنت بيسأل عنك، أنت بقت مسؤول عن أسرة كاملة ومسؤول عن بنتها ترعيها بما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. الأمور دي كلها
مش موجوده ومحدش بينبه، ودي المشكله اللي احنا بنقع فيها. طب يعني احنا دلوقتي بس عشان يعني عايز الم حاجات كتير مع حضرتك، هو في فرق ما بين الخلع وطلب الطلاق؟ اه طبعا. اه الخلع بتتنازل فيه الزوجة عن جميع حقوقها الشرعية. ايه الحقوق الشرعية عشان بيلتبس على الناس الامر؟ ايوه. الحقوق الشرعية نفقة المتعة ونفقة العدة ومؤخر الصداق. بتتنازل عنه الزوجة في دعوى الخلع. كويس. بتخلع الزوج حتى بتعرض عليه مقدم الصداق. والحديث اللي ورد عن بتعرض عليه مقدم الصداق، وان كان مقدم الصداق في بعض القوانين في قانون الاثبات في المادة 61 يجوز للزوج ان يثبت عكس مقدم الصداق الموجود. وإن كان ما اعتدت عليه المحاكم المصرية أنه لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتاب، مع أن نص المادة 61 في المادة في هذا الأمر، في يجوز للزوج أن يثبت أن مقدم الصداق أكبر من اللي هو الإيه؟ أكبر من الجنيه اللي إحنا المقدم منه 1 جنيه والمؤخر كذا. تمام. هي بتتنازل فيه عن المؤخر، بتعرض مقدم الصداق، يجوز للزوج أن يثبت مقدم الصداق بكافة طرق الإثبات، وإن كان اعتدت المحاكم المصرية على أن هو طالما ثبت بالكتابة وفسخة رسمية هو بياخد بالمثبت العادي. كويس. بس من الناحية القانونية يجوز للزوج أن يثبت عكس ما هو مدون بقسمة الجواز. في الطلاق الزوجة حينما تحال إلى حكمين، اللي هو حكمين من أهل الصلاح وأهل الخير في الأزهر الشريف. تمام. هنا بيبين الفرق ما بقى بين الاثنين. ما بتتنازلش عن جميع حقوقها، لها الحق في جميع متطلباتها. المادة 18 مقرر من قانون الأحوال الشخصية في القانون 100 لسنة 1985 قالت إذا كان الطلاق دون رضاء الزوج ولا بسبب من قبله فللزوج أن فلا تستحق نفقة، لا متعة ولا عدة ولا مؤخر صداق، ما تستحقش حاجة خالص من هذه الحقوق الشرعية بتاعتها. إذا كان الطلاق برضاها وبسبب من قبلها لا تستحق. أما إذا كان الطلاق اللي هي التجأت إلى الزوجة دون رضاها ولا بسبب من قبلها وإنما بسبب من قبل الزوج، اللي هي الأسباب اللي احنا قلناها اللي احنا ما قدرناش نتكلم عليها، اللي هي الأسباب اللي نصت عليها المادة 9، أسباب كمرض كبرص كعنة، وقعد لفترة السنة اللي هو يخير فيها بعد ما أحل الطب الشرعي ولم يستطاع أن يعالج من هذا الأمر، العنة أو العنة اللي هو لا يستطيع ان يعاشر زوجته وما زالت بكرا، او انه فض غشاء بوقارته عن طريق الدكتور، فهذه الحاله لا تاخذ حقوقها الشرعيه كامله، لانه لا الطلاق كان بسبب من قبل الزوج مش من قبل الزوج. اما كان الخصاء اللي هو سلب خصيتي الرجل دي، والجب هو ازاله العضو الذكري بتاع الرجل لمرض او لسبب. في هذه الحاله اذا بقيت الزوجه مع زوجها ورضيت بهذا السبب لا يجوز لها ان تطلب التطليق لهذا السبب. لا يجوز ليها قانونا من الناحيه القانونيه، لان شرط الماده انتفى. النص انا رضيت اذا كان اصابه الجنون، الشخص اصابه الجنون وعينت الزوجه قيما على زوجها وعلى امواله، لا يجوز لها ان تطلب التطليق لهذا السبب. ليه؟ لانها رضيت ان تعيش معاه. اذا رفعت دعوى نفقه واخذت منه حكما بالنفقه عليه حتى لو كان هو مريض، لا يجوز لها ان تطلب التطليق، لان ده رضاء ضمني منها ان هي خدت انها تقعد معاه الفتره دي، وبالتالي لا يحق لها في هذا السبب انها تاخذ النفقه. انا عندي الاسباب دي، وعندي بقى الطلاق للهجر. سريعا. الطلاق للهجر. اذا هجر الزوج زوجته مده سنه كامله، سيدنا عمر بن الخطاب لما سال السيده حفصه بنت زوجه النبي صلى الله عليه وسلم وبنت سيدنا عمر، قالت اقصى مده للبعد اللي هو هجر 6 شهور. في القانون المصري، المشرع المصري في القانون 100 لسنة 1985 جعل أقصى مدة هي سنة ميلادية كاملة. كويس. هذه السنة الميلادية 365 يوم. تمام. يحق للزوجة بعدها أن تطلب الطلاق للهجر. وما جعل عليكم في الدين من حرج. طب أنا سافرت، بشتغل وبكون لك حياتك ودنيتك أنا النهاردة حقها الشرعي في الهجر. يجوز لك أنك أنت ترجع خلال 6 شهور. حتى لو بتكون. يجوز ليك انك انت تاخدها معاك ترافقك. القانون اداك سنة. اداك سنة. هايل. سنة على الحد الأقصى. وبرضه عندنا الطلاق السبب الأخير في المادة 14 من القانون 100 لسنة 1985 المعدل، عندي سبب تاني للزوجة أن تطلب الحق في طلب التطليق إذا حبس زوجها 3 سنوات على الأقل بحكم نهائي واجب النفاذ، يعني بينفذ. ولا يجوز لها أن تطلب التطليق قبل مضي سنة على حبسه. طب ليه المشرع المصري قال 3 سنين
وقال ان الحكم نهائي بعد سنة، وقال بعد سنة آه. لان ممكن ان يحدث له افراج، الله، ممكن ان يقبل النقد خلال السنة ويقضى ببراءته، يا سبحان الله. ففي هذه الحالة لا يحق للزوجة ان تطلب الطلاق. طب لو رفعت خلال الفترة دي تاخد عدم قبول لمخالفتها النص المادي. السيد المستشار الدكتور جمال عبد السلام هاشم، سعيد بتواجدك معانا. احنا اسعد يا دكتور والله، طبعا احنا اسعد جدا جدا. هي جزئية قد كده ان شاء الله فردنا لها حلقة، وحضرتك كنت ما شاء الله يعني زي ما بيقولوا خطيب مفوه يعني. الله يسترك يا فندم، ربنا يحفظك ان شاء الله. واحنا كل التوضيح ده علشان الساده المشاهدين، فشاكر تواجدك معانا ان شاء الله، ويكون لنا لقاءات ان شاء الله في العديد من القضايا. وشكرا ليك ونورتنا وشرفتنا. الله يخليك يا محمد. اللي ما قدرش يتواصل على الهواء معانا، معلش احنا بس وقفنا الاتصالات علشان كنا محتاجين ارقام الدكتور جمال المحامي بالنقط، موجود عند حضراتكم. عنوان المكتب كانت موجود، تقدروا تتصلوا، تليفوناته بعد الحلقة هتكون متاحة، هيرد عليكم إن شاء الله. يعني من الناس اللي مشهود ليها بالكفاءة في القانون دكتور جمال عبد السلام هاشم. شكرا لتواجدك معنا. شكرا لك. أعزائي المشاهدين متشكرين، وإن شاء الله نلتقي بكم دائما في مستشارك القانون. شكرا.